تعويض متضرري فيضانات إقليم دريوش للسيدات والسادة النواب محترمين فريق التجمع الوطني الأحرار. يتفضل أحد السادة النواب بطرح السؤال. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، لقد سبق السيد الوزير، لقد سبق الإقليم الدريوش الفاتي أن شهد في أكتوبر 2008 موجة من الفيضانات المهولة مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، ومنذ ذلك الحين والساكنة المتضررة التي تظل أغلبها عبارة عن أسر معوزة تنتظر التعويض والدعم. بناء عليه نسألكم السيد الوزير المحترم، هل من التفاتة تجاه ساكنة إقليم الدريوش المتضررة من فيضانات 2008 وذلك عبر التعويض الذي سبق أن وعدوا به من طرف الدولة؟ شكرا السيد الوزير. السيد الوزير تفضل. فعلا السيد نائب المحترم، وقع مشكل وتأخر على مستوى معالجة الفيضانات اللي كانت في 2008 في الإقليم ديال الدريوش، واللي ضرات منه 223 مسكن موزعة على الدريوش وبن طيب ومهاجير ووردانة وأجر ماوس وباقي الجماعات. الآن اللي كيهم هو أنه استدركنا الأمر، هناك معالجة على مستويين. المستوى الأول هو تجزئة ديال جوج ديال الهكتارات من أجل إعادة إسكان بعض الأسر، وكذلك الشق الثاني هو مساعدة مالية مباشرة للأسر المعنية على أساس أننا نحل هذا المشكل وغنوضعوا في شأنه اتفاقية اللي غتأثر لهذا الأمر. إذن في القريب العاجل سيتم التصدي لهذا الموضوع. شكرا لكم. تعقيب سيد نائب تفضل. سيد الوزير، لا أحد ينكر المجهودات الجبارة التي تقوم به مصالح وزارة السكنة وسياسة المدينة، إلا أنه بالمقابل وكما تعلمون سيد الوزير، فإن إقليم دريوش ذو 250 ألف نسمة، وبناء على الفيضانات التي خلفها وذكرت والتي أتت على ممتلكات ومنازل مجموعة من السكان المعوزين حوالي 70 منزل، وبعد الزيارة التفقدية التي قامت بها لجنة وزارية لعين المكان وتفقد أحوال هؤلاء المتضررين واللقاء التواصلي الذي جمعهم من السلطات المحلية ومسؤولي وزارتكم والعديد من الاجتماعات لتقييم الخسائر وحجم الأضرار الناتجة عن هذه الكارثة، فقد تقرر تخصيص تعويض عبارة عن بقعة أرضية لدعم هذه الأسر وتمكينها من إعادة بناء مساكنها. الإشكال المطروح السيد الوزير اليوم هو مرور قرابة 7 سنوات وهذه الأسر المتضررة لا زالت تمني النفس في الحصول على تعويض محترم، والتي سبق لها أن تلقت وعودا بحصولها على بقعة أرضية، وبالتالي إزالة وتفادي حالات الاستياء والتذمر التي تطال نفسياتهم ومعنوياتهم. أملا فيكم السيد الوزير في إيجاد حلول عاجلة وواقع لهذا الملف الإنساني المحض. شكرا السيد نائب المحترم. كلمة السيد الوزير، هل هناك من تعقيب إضافي؟ كلمة السيد الوزير تفضل.